السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ناخذ معنا مكالمة من مدينة مراكش. معنا ليلى خديجة. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يخليك، عندي واحد جوج الأسئلة. يا ليلى مرحبا. بالنسبة لصلاة التراويح، واش تصلى من بعد العشاء ولا واخا تاخرناها نص الثلث الاخر الليل؟ ايه واضح واضح. وبالنسبه لصلاه التراويح، صلاه التراويح هي صلاه القيام، هي النوافل، هي التطوع بالليل. سميها تراويح، سميها قيام، سميها تهجد، سميها ما شئت، المهم ان الصلاه ديالك النافله بالليل. هاد النافله بالليل لما كيأذن المؤذن ديال صلاه العشاء وكتصلى العشاء، كيبدا يعني الوقت ديالها حتى كيقول المؤذن ديال الفجر الله اكبر، هذا كله وقت للتراويح او للتهجد او للقيام، جميع المسميات لمسمى واحد والله تعالى اعلم. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.